تغذية أساسي لتحديد نسبة إفراز الهرمونات بالجسم. بالنسبة لهرمون التستوستيرون، في أطعمة محببة عندكم ممكن تزيد إفراز هذا الهرمون، مثل البرتقال أو الأورنج. هيدي الفاكهة مش بس تحتوي على الفيتامين سي، إنما بتوطي نسبة الكورتيزول يلي بيعطل إفراز التستوستيرون. في كثير رجال ورياضيين خصوصا بيتناولوا البيض المسلوق، بفضلوا الجزء الابيض من البيضه لانه بيحتوي على البروتينات، بس المفاجاه هون انه الجزء الاصفر بيحتوي على الفيتامين دي 3 يلي بحفز افراز نسبه التستوستيرون. واليوم رح تغيروا رايكم بالثوم، لانه الثوم في مكونات بتحفز نسبه هذا الهرمون، ففينا نتناوله اكثر، خصوصي انه اذا زدناه على الاكل كثير بيعطي نكهه طيبه. الدهون المشبعة كمان ضرورية لإنتاج التستوستيرون بجسمنا، لأنه هذا الهرمون بيتكون من الكوليسترول الموجود بالدهون المشبعة، وما بقصد بالدهون المشبعة الموجودة بالأطعمة الغير صحية المنتشرة بشكل كبير بعالمنا العربي مثل البرجر والبطاطا المقلية. بالعكس، فينا ناخذ هيدي الدهون من أطعمة تانية مثل اللحمة، الجبنة، الشوكولاتة السوداء، زيت جوز الهند وزيت النخيل.